ده كده يعتبر المخرج بتاع الجيم من هنا الواحد بيخرج وده المدخل بتاع الجيم من هنا الواحد بيدخل عادي جدا باب للدخول في البتاعه دي اللي بتتني وتطلع والناحيه الثانيه باب للخروج انا دخلت بالعربيه من المدخل ده كده بعدين جيت بالعربيه يمين يعني جيت بالعربيه من هنا وحبيت اخش يمين كده عشان ادور على مكان اركن فيه طبعا كل ده كان مليان فدخلت يمين عشان اخش شمال واركن هناك المكان ده دايما بيبقى فاضي ولكن حظي ان في واحد كان عقيم جدا شاف المكان وما ركنش فيه ومازال بيلف يدور فظهر لي من هنا بالظبط كده فعايز يخش وانا واقف كده فقلت ارجع من هنا وانا برجع طبعا باصص في المرايه وكمان في البتاع ده وانا برجع ما زمرش خالص ما اديش اي حاجه يعني مرور اطلع قدام كده كده خلاص وقف مفيش وبرجع كده بالظبط والعربيه داخله في العمود ده بس ولا الحساس شايفه والعربيه عشان اكس 3 او اكس 3 او اكس 3 بي ام عاليه فالبتاع تحت الشنطه مش قاري اي حاجه ليه لان البتاع ده رفيع جدا يعني العربيه لما تيجي من هنا العربيه هترجع زي كده مفيش البتاع بلاستيك فالبتاع رفيع ولا السنسور قاريه ولا انا شايفه ولا اي حاجه ومره واحده اسمع صوت تكسير في العربيه من ورا وحسيت ان انا بجد دمرت اكسدام وازاز بتاع عربيه ورايا بس بص ما لقيتش اي عربيه لقيت النص بتاع الباب ده ربنا شايفين هو بلاستيك بيخش هنا واقع على الارض العربيه الحمد لله الحمد لله ده اللي حصل فيها النمر اتفشخت معرفش شايفين ولا لا بس النمر اتحفرت اتنت لجوه بتاع ده اتفك من مكانه واتكسرت تمام النمر نفسها مش مشكله ولكن الحز ده اتكسر والبتاعه نفسها النص ده وقع على الارض اللي هو من الاخر الجزء ده من اول هنا لحد هنا وقع على الارض طبعا انا شلته والحمد لله هو ما اتكسرش ولكن تقريبا ما اعرفش هو داخل هنا ولا حاجه ما اعرفش بيدخل ازاي المهم يعني ان هو كان بمسامير وبتاع فلازم حد يصلحه حطيته طبعا هنا موجود عادي باجي الجيم كل شويه انا قاعد اسبوع كامل 3 ايام في الاسبوع دول جيت الجيم موجود بس بعد الاسبوع ده ما اعرفش راح فين حد شاله انا اسف النهارده الجمعه مبارك عليكم قوي المفروض النهارده انا محضر لليوم يعني حاجه مختلفه خالص المفروض يعني في بلان كده ولكن انا علشان صاحي متاخر فالبلان مش عارف امشي عليها لان في مشاوير كتير قوي ما لهاش علاقه المفروض يعني موضوع الفلوج النهارده علشان كده انا هصور ونشوف بقى اليوم نتيجته هتطلع عامله ايه ما اعرفش حتى عنوان الفيديو هيكون ايه خلينا نبدا الاول بالصلاه في مفتاح خليني اقول لك كده معلومه في العربيات الديزل في المانيا بالذات لما الجو يكون ساقع او من غير ساقع لما تيجي تدور العربيه لازم تعمل كده الاول الديزل يعني بتمشي بالجاز بتولع الكونتاكت بس والعربيه لازم تعمل جلوينج جلوينج دوت يعني اللي هو المفروض ايه حاجه كده شبه ما بتسخن مثلا ماكينه القهوه فبتسخن الاول حاجه مش فاهم ايه اللي بيحصل جوه اكيد طبعا اللي بيتفرج عارف ايه اللي بيحصل ولكن انا بقول نصيحه ان لاي حد ما يعرفش الموضوع دوت في العربيات الديزل تولع الكونتاكت الاول او مفتاح نص تكه تسيبها مثلا 10 ثواني ولا حاجه وبعد كده بتدور صباح الفل صباح العسل كالعاده جاي اخد محمود عشان ايه نصلي مع بعض نكسب فيه ثواب برضو الراجل ده كده كده مش عربيه هنصلي ولا ايه هنصلي يا بيه طب يلا يا بيه يلا ارفع احمد بيه صباح الخير اهلا التلفزيون هات التلفزيون الحمد لله الله يخليك ربنا يكرمك ويديك يا رب جاب طب يلا مش وقت حكاوي يلا عامه انا جاي متاخر النهارده فالمفروض اصلا ايه نلحق الخطبه فاحنا كده هنلحق يعني نص الخطبه يعني معلش يعني دي غلطتي انا النهارده بس احسن من ما فيش احسن من ان احنا نصلي شغل دماغي كمان البس جاكيت البس جاكيت انا هنا الجاكيت ما انا قفلت انا هفتح اتكلنا على الله بص التسلا دي ما بحبهاش العربيات الكهرباء دي خالص حصري يا تعالى قول كلمتين في الكام قول حاجه يا احمد بيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احنا ان شاء الله رايحين نصلي المحاضره هنصلي الجمعة ان شاء الله احنا ممكن ايه نستغل الفرصة وانت تصور شوية مشاهد من الشارع وانا هحط عليه موسيقى ونشوف الفن بتاعك يلا بينا ترانزيشن مش فاهم يا اسطى ترانزيشن على فكرة بعرف اصور انت بتصور وداني ان شاء الله الجنج بتاع الصلاة ده مش هينفع نتمشى عشان احنا متأخرين يلا بينا يلا يا عم محمود بيتكلم الماني Ich hab gedacht, du kommst in 11 Uhr. خلصنا صلاه الحمد لله طالعين دلوقتي في مكان كده بيبيع سندوتشات انا عملت فيديو عنه قبل كده على فكره هسيبه يطلع هنا عشان فاكر الفيديو ده محمود يروح يجربه عشان ياخد فكره عن البيزنس وانت قول كمان كان بيعمل ايه بيعمل كام ده مثلا بيعمل 20000 يورو في الشهر ده مسحها دي مسحها بالعصريه اللي انت عاملها هناك دي اه والله احنا بنعمل 3 جنيه المفروض المكان قدام هنا كده بس احنا راكنين مستنيين الاخ ميشو عشان هو جاي معانا هنسمع قبلينه على الكاميرا دلوقتي عشان محمود النهارده هيجرب حاجه جامده قوي بتعمل 20000 يورو في الشهر
انا عايز 3 جنيه لربع بس اروح فيهم البيت وخلاص. الشارع احنا فيه في العماير بجد حاجه. بصوا كده اهلا بك اخويا. اه صباح الفل. اه مفيش بني ادمين هناك ولا ايه؟ ولا انا بيستحق يعني؟ هو في ايه الجو ماله مشبر كده ليه؟ اكون قافل. اوعى الحته الفيله في صور الجهاز بيقول لي اوعى الحته الفيله. معلش يا حوده حظك وحش. للاسف للاسف المكان قافل. المكان ده انا صورته قبل كده لو فاكرين. سلام عم ميشو. سلام والله بابو. يعني اكله سعيده بقى. شرفنا بالاكله الجميله اللي قعدت 3 دقايق دي. انا عوضها المره الجايه. سلام يا حبيبي. طبعا عشان المكان كان قافل واحنا جعانين مفيش بديل. جينا عند مين بقى؟ ناكل كسكسي باللبن. تعمل فينا كده ليه؟ ايه ده وانا سايب الباب مفتوح ولا ايه؟ محمود اخر يومين في ناس حاولت تسرقه وتسرق التلفزيون اللي عنده. عملنا ايه بقى؟ ركبنا له سيستم كاميرا او كاميرا سيستم. هجيبك 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 يعني هجيبك. مركبين كاميرات بس مختفيه. يافطة هنا يافطة هنا يافطة هنا. بنخبي التلفزيون يا عم. ده حالتنا وحشه. هنعمل كبده شويه كبده مكرونه. خش عليا خش عليا. احنا النهارده محمود عازمنا وكريم عازمنا وانا عازم نفسي وكلنا عازمين بعض. ده بيحلم وهو صاحي. مع السلامه بقى. فلنذهب الى الجحيم. نهنا وشيفا صباح الحواوشي والكبده وطبق السعاده. ده ليفل الوحش. الابديت الجديد عند محمود في تلفزيون متشغل عليه مسرحيه الواد سيد الشغال. وايه تاني؟ مشاهد ما شافش حاجه. صنع في مصر. ايه صنع في مصر دي؟ مع السلامه باشا. سلام هود حبيبي. بس تسلم على الاكل حبيبي. خلي الناس تجن يا اسطى. الفيديوهات دي بتعمل شغل والله. ما بتجوش ليه؟ ما بتجوش ليه؟ والنبي. يلا سلام. يلا سلام. لازم اطير دلوقتي علشان عندي ميعاد الساعه 5 الساعه 4:30 ولسه هروح البيت. ولكن الدنيا عند محمود حاليا عطلانه شويه يعني. الناس قليله علشان الجو ساقع جدا. درجه حراره 1-0 سالب 2 سالب 3. فعلشان كده طبعا يعني انا مكان اي حد هريح في البيت. ربنا يوفقه يا رب. انا جيت. ده يعتبر ايه الاوتفيت؟ اللبس الرسمي بتاع الميعاد. بس مش ينفع طبعا اخد الميعاد. مش ينفع اخش عليه بالكاميرا يستحيل. الكاميرا اوكي. احنا خلصنا تقريبا الميعاد اللي ورانا وانا راجع البيت مش قادر. الميعاد تقريبا ما خدش ساعه يعني كتير قوي. دلوقتي الساعه 6 وانا ماي. انا اخش اخد ناب في السريع. ليه؟ عشان عايز انام. صباح الخير. ليه زكيش نيش ام 5 ام نخمدكس. Ich weck dich in halbe Stunde, 30 Minuten. Komm, 29, you 28. You can see me. You yeah. can see. Oh. انا صحيت نمت تقريبا ساعة الا ربع تقريبا يعني. بس حلو ناب حلوة. قدامي حلين. يا اما اقعد اتفرج على التلفزيون وضيع وقت على الفاضي. اول حل التاني انا اروح الجيم عشان بقالي اسبوع بدأت اتمرن الحمد لله. راس الحانوت وريني كده. كاين انه راس الحانوت. هو ايه يا جماعة بهارات راس الحانوت دي؟ معرفش ايه راس الحانوت. الجيمات عندنا هنا في المانيا نوعين. في نوع بيقفل الساعة 11 بالليل او 10. ساعة 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 ساعة. اي ام ليجند. فيلم اي ام ليجند بجد يعني. وفي جيمات سبحان الله ارخص من اللي بيقفلوا 10 11 بس بيقعدوا 24 ساعة. يعني لو عايز تروح 3 الفجر تتمرن روح. عايز تروح 5 الصبح روح. عايز تروح زي دلوقتي بعد ما تعمل ناب جميلة الساعة 11 روح. فكرة ده اكسترا فيت. ده اسم الجيم اللي انا بتمرن فيه. ليه الجراج بتاعه؟ فالجراج بتاعه دوت ليه قصه لوحده خالص. بدات 10 وربع خلصت 11 ونص. الظهر اتفرتك. انا مش قادر. اجمد حاجه لما تيجي تصور يومك او بتصور توبيك معين ومش عارف تتكلم عن ايه او مش عارف المحتوى ايه بس مع نفس الوقت بتتكل على الله وتبدا تصوير. بيقابلك حاجات في النص بتعمل لك المحتوى. يعني يقابلك كده مواضيع او افكار او قصه حصلت او حادثه حصلت تعمل لك المحتوى. فبما ان انا دلوقتي في الجراج بتاع الجيم. الجراج الجميل اللي فيه عربيه. انا ما اعرفش ازاي ازاي يعني عربيه زي دي تتركن في الجراج وتفضل محطوطه كده قديم. طب ليه يعني؟ فورد موستنج تقريبا 1967. ازاي عربيه زي دي تفضل محطوطه كده؟ ازاي؟ فهمني. طيب وتركن جنبها اوبل. ما شاء الله ما شاء الله. عربيه زي دي تعمل تقريبا مستعمله او بالحاله اللي هي فيها دي 50000 يورو. يعني اغلى من عربيات البي ام الموديل مثلا 2020 2021. اغلى منها. ازاي الحادثه حصلت؟ حادثه مش حادثه يعني حاجه يعني خبطه بسيطه كسرت بيها
الجراج او المدخل بتاع الجيم. بس قبل ما احكي على الموقف او الحادثه اللي حصلت دي، انا اوريدي حطيتها في اول الفيديو، عايز تشوفها تاني انت اكيد شفتها لو اتفرجت على الفيديو. وصلت لحد هنا، الجراج دلوقتي بقى بوابه بنص بتاع وبوابه بتاع كامله. لو تواصلوا معايا طبعا في كاميرات هنا، فلو تواصلوا معايا هدفع طبعا ثمنها لو هي فعلا اتكسرت خالص او لو حد خدها وهو ماشي. فاضلش طبعا في عربيه كوكو غير النمر انها تتعمل، فهعمله. هي يعني حاجه بسيطه، موقف مش عارف رخم يعني. خلي بالك لو انت داخل بوابه وبترجع لحاجه، الحاجات دي تقريبا يعني السنسور ما بيقراهاش خالص وانت مش هتشوفها في المرايه اصلا. ما علينا، الفيديو تقريبا خلص. يومكم سعيد وليله سعيده، ونراكم في فيديو قادم. ايه اللغه العربيه دي؟ سلام. Y'all status, now I'ma beat y'all bit. I pull up on the block, eat a big Corvette.